أحبتي، ندعوكم اليوم للتعرف على المواجهة الرهيبة بين الصحابي سعيد بن جبير والحجاج بن يوسف، وهي رسالة إلى كل حكام العرب اليوم. فأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأكارم. إنه بحق لإنذار شديد من الله عز وجل إلى من يكتم علما استحفظه الله عليه، فكيف بسعيد بن الجبير وهو من سادات التابعين؟ معلمه عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. إنه لرجل استحق أن يكون بحق من أعلام الأمة، فله قصة مع الحجاج بن يوسف الثقفي لهي بحق مثال لمن رفض أن يصمت على الظلم وأبى إلا أن يرفع رأسه ويصدع بكلمة الحق حتى وإن كلفه ذلك روحه نفسها. أحبتي، أهدي هذه القصة إلى كل مجاهد وداعية في سبيل الله. لا أحب أن أطيل عليكم في المقدمة، فاسمعوا كيف فعل سعيد مع الحجاج. جاء سعيد بن جبير للحجاج، قال له الحجاج: أنت شقي بن كسير، يعكس اسمه. فرد سعيد: أمي أعلم باسمي حين أسمتني. فقال الحجاج غاضبا: شقيت وشقيت أمك. فقال سعيد: إنما يشقى من كان من أهل النار، فهل اطلعت على الغيب؟ فرد الحجاج: لأبدلنك بدنياك نارا تلظى. فقال سعيد: والله لو أعلم أن هذا بيدك لاتخذتك إلها يعبد من دون الله. قال الحجاج: ما رأيك في؟ قال سعيد: ظالم تلقى الله بدماء المسلمين. وقال الحجاج: اختر لنفسك قتلة يا سعيد. فقال سعيد: بل اختر لنفسك أنت، فما قتلتني بقتلة إلا قتلك الله بها. فرد الحجاج: لا أقتلنك قتلة ما قتلتها أحدا قبلك، ولن أقتلها لأحد بعدك. فقال سعيد: إذا تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. ولم يعد يحتمل الحجاج ثباته، فنادى بالحرس: جروه واقتلوه. وضحك سعيد ومضى مع قاتله، فناداه الحجاج مغتاظا: ما الذي يضحكك؟ يقول سعيد: أضحك من جرأتك على الله وحلم الله عليك. فاشتد غيظ الحجاج وغضبه كثيرا، ونادى بالحراس: اذبحوه. وقال سعيد: وجهوني إلى القبلة. ثم وضعوا السيف على رقبته، فقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فقال الحجاج: غير وجهه عن القبلة. فقال سعيد: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال الحجاج: كبوه على وجهه. فقال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فنادى الحجاج: اذبحوه، ما أسرع لسانك بالقرآن يا سعيد بن جبير. فقال سعيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خذها مني يا حجاج حتى ألقاك بها يوم القيامة. ثم دعا قائلا: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. وقتل سعيد، والعجيب أنه بعد موته صار الحجاج يصرخ كل ليلة: ما لي ولسعيد بن جبير، كلما أردت النوم أخذ برجلي. وبعد 15 يوما فقط مات الحجاج، ولم يسلط على أحد من بعد سعيد. رحم الله سعيد بن الجبير، فقد أخذ غيره بالرخصة، وآثر هو الأخذ بالعزيمة.